مع أذان المغرب بتكون دخلت ليلة النصف من شعبان، وبتبقى ليلة النصف من شعبان لغاية أذان الفجر. فأنت الآن أنت وجهدك وإقبالك على الله عز وجل وكثرة الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام تستجاب بها الأدعية، تفتح بها المغاليق، الله تبارك تعالى يجعلها سبب في استجابة الدعاء. كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضيعوا هالليلة، ومنقول يا رب.